المخابرات أو الاستخبارات هي جهاز ومؤسسة من مؤسسات الدولة تختص بجمع المعلومات وتحليلها، عادة ما تعمل على تنفيذ سياسات الحكومة. المخابرات أحدهما يعتني بجمع المعلومات عن البلدان والمؤسسات الأجنبية ويقومها، والثاني يدافع عن الأمة ضد التجسس والأعمال الأخرى التي تستهدف إضعاف البلاد. في هذا الفيديو سنستعرض أمامكم أقوى 10 أجهزة مخابرات في العالم، سواء من حيث كفاءة أفرادها، ميزانيتها، وتحقيقها للأعمال على الميدان. تابعوا معنا. في المرتبة 10، وزارة أمن الدولة الصينية MSS. إدارة وزارة الأمن العام مسؤولة عن توجيه وكالة الاستخبارات الصينية المعروفة باسم وزارة أمن الدولة، والتي تعد أحد أفضل وكالات الاستخبارات في العالم. تعمل على جمع المعلومات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. هدفها الأساسي مكافحة التجسس وكذلك ملاحقة أعداء الحزب الشيوعي الحاكم وإقصائهم. في المرتبة 9، الإدارة العامة للأمن الخارجي بفرنسا الدي جي اس او. تعمل بالتحالف مع المديرية العامة للأمن الداخلي، وكلاهما تعملان على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية، وهما مسؤولتان عن الحفاظ على الأمن القومي للبلاد. وكغيرها من أجهزة الاستخبارات، فهي مسؤولة عن العمليات في الخارج، وتعد الإدارة العامة للأمن الخارجي الفرنسي أحد أفضل أجهزة الاستخبارات في العالم. في المرتبة 8، المخابرات الفيدرالية الألمانية البي ان دي. المخابرات الفيدرالية الألمانية، وهي مسؤولة عن حماية البلاد من أي تهديدات، تستخدم وسائل مختلفة في الحصول على المعلومات الأمنية، منها المراقبة الإلكترونية والتنصت والاتصالات الدولية، وتقوم بجمع مختلف المعلومات في مختلف المجالات مثل تجارة المخدرات وأسلحة الدمار الشامل وغسيل الأموال. في المرتبة 7، الاستخبارات السرية الأسترالية أزيس. هي وكالة الاستخبارات الوطنية في أستراليا، تقع في العاصمة كامبرا، مسؤوليتها الحفاظ على أمن البلاد ورفاهها. وينظر إلى هذه الوكالة على أنها قوية تماما مثل جهاز الاستخبارات البريطاني والأمريكي، ما يجعلها من أفضل أجهزة الاستخبارات في العالم. في المرتبة 6، جناح البحث والتحليل الهند. تم إنشاء هذا الجهاز سنة 1968، ومن مسؤولياته الرئيسية جمع المعلومات الخارجية ومحاربة الإرهاب، وجمع المعلومات الأمنية عن حكومات الدول والأفراد، وكذلك عن الشركات الأجنبية في البلاد. يتميز عملاؤها بالكفاءة في تحليل وتقييم المعلومات الواردة، لذلك فهي قادرة على حماية بلادها والحفاظ على استقرارها. في المرتبة 5، عالميا الموساد للاستخبارات والمهام الخاصة الكيان الصهيوني. تم تأسيسها سنة 1949، مهمتها الحفاظ على الأمن الداخلي وجمع المعلومات وتنفيذ العمليات السرية كذلك خارج الكيان الصهيوني، كما تهدف لحماية الجالية اليهودية أينما وجدت. يقول علماء الموساد: عملاء الموساد عفوا بأداء فعال سواء داخل الكيان أو خارجه. وقد قام الموساد بعمليات مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا والمملكة المتحدة، ما يسمح بإدراج هذه الوكالة ضمن أقوى أجهزة الاستخبارات في العالم. في المرتبة 4، خدمات الأمن الفيدرالية بروسيا FSB. هي وريثة لجنة أمن الدولة التابعة للاتحاد السوفيتي، مهمتها جمع المعلومات المطلوبة لحماية البلاد من الإرهاب والتهديد والجرائم. ووفقا للقانون الفيدرالي الروسي، فخدمات الأمن الفيدرالية تشبه إلى حد ما القوات المسلحة، باستثناء حقيقة أن عملاؤها غير مقيدين بارتداء الزي الرسمي خلال تأدية المهمات، وتعتبر من أفضل أجهزة المخابرات في العالم. في المرتبة 3، وكالة الاستخبارات البريطانية MSAS. تعمل وكالة الاستخبارات البريطانية بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي ومقر الاتصال الحكومي واستخبارات وزارة الدفاع، إلى جانب الوكالات السرية الأخرى. فهي مسؤولة عن جمع معلومات قيمة للحكومة البريطانية، ولوجود عملاء مميزين، فهي مدرجة ضمن أفضل وأقوى أجهزة الاستخبارات في العالم. ومن المعروف أنها ناجحة في إنجاز عمليات سرية سواء داخل البلاد أو خارجها. المرتبة 2، عالميا لأقوى أجهزة الاستخبارات في العالم، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA. من أشهر وأنجح وكالات
الاستخبارات في العالم، تضم في صفوفها 20,000 موظف، مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بالأمن الداخلي للبلاد والمعلومات الخارجية وتنفيذ العمليات السرية. وحسب ما هو معلن، يتبع للوكالة 1000 عميل مزدوج حول العالم، وتعد وكالة الاستخبارات الأمريكية الأكثر تمويلا في العالم والأكثر تطورا تقنيا. أقوى جهاز استخبارات في العالم استخبارات الخدمة المشتركة باكستان إيزي، بالرغم من أن ميزانيتها أقل بكثير من ميزانيات استخبارات الدول الكبرى، إلا أن الاستخبارات الباكستانية من أفضل وأقوى أجهزة الاستخبارات في العالم. تأسست سنة 1948 خلال حرب البلاد مع الهند، وهي المسؤولة من الناحية القانونية عن تدابير السلامة الداخلية، وتتعاون مع دائرة المخابرات والاستخبارات العسكرية، ويمتد نشاطها خارج حدود البلاد. وقد تفوقت في فترة من الفترات على جهاز الأمن الروسي خلال الحرب الهندية الباكستانية.